السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح معاكم درس سبنيتنج كلاس سي ادرس. هذا الموضوع موجود في مقرر اختياري 2 في تخصص شبكات الحاسب في جامعة جيزان. الشطر الثاني راح يتكلم عن هذا الموضوع كلاس سي. تقريبا الشطر الثاني كله يتكلم عن هذا الموضوع. طيب اول شيء راح لازم تعرفون جميع الكلاسات. الكلاس اي عبارة عن 8 بت. الاي بي حقه يكون 255.0.0.0. طيب ليش 8 بت؟ لانه هذه الاي بي اذا حولناها لباينري راح يكون بهذا الشكل، راح تكون 8 بت، يعني 8 1. حلو، 1 1 1 1 1، يعني 8 وحدات. طيب الكلاس بي، طيب اول شيء هذه 255 يتكلم على النيتورك، والاصفر هذه يتكلم عن الهوست. الهوست يعني عدد الأجهزة اللي خاص الخاصة بش بال بال بالهذا الاي بي اللي هو 255. هذا خاص للنتورك وهذا خاص للأجهزة، الأصفار خاص للأجهزة. طيب الكلاس بي عبارة عن 16 بت. ليش 16 بت؟ لأنه هنا 255 عبارة عن 8 وحدات 8 بت، 255 عبارة عن 8 وحدات 8 بت، وثمانية زائد ثمانية حتساوي 16 بت. طيب وهذه الأصفار خاصة بالأجهزة لهذه الشبكة. طيب عندنا الحين شغلنا احنا في موضوعنا كله في الكلاس سي. الكلاس سي عبارة عن 24 بت. ليش 24 بت؟ 255 راح تكون عندها 8 وحدات، يعني 8 بت، وثمانية بت وثمانية بت حتساوي 24 بت. طبعا راح نشتغل احنا في هذا الاجهزة اللي هنا، هذه خاصة للنتورك وهذه خاصة للاجهزة زي ما قلنا. طيب الكلاس سي السابنت ماسك راح يبدأ من 24 لحتى 32. طبعا هذا هو الاي بي. الاي بي هذا يعني مش شرط انه يكون نفس الاي بي، اي اي بي، بس الشرط المهم انه يكون اخر خانة كلها اصفار. ليش كلها اصفار؟ على اساس انها كلاس سي. طيب لو قلنا مثال لو قلنا مثال لو قلنا مثال هذه 0، هذه عبارة عن ايش؟ ما عليكم من 24، خلينا نتكلم في هذا الاي بي. لو قلنا هذه 0 وهذه 0 عبارة عن ايش؟ كلاس اي ولا كلاس بي؟ اكيد طبعا راح يكون كلاس بي لانه عندنا 0. طيب لو قلنا لا، لازم اذا كان 0 0 لازم يكون من 16 إلى 23. طبعا احنا مش موضوعنا في هذا الكلام، بس يعني لازم تعرفون هذا الكلام، يعني احنا شغلنا كله في الكلاس سي طبعا. طيب الكلاس سي راح قلنا زي ما قلنا يبدأ من 24 لحتى 22، هذا السبنت ماسك. طيب 24، ليش 24؟ طيب احنا قلنا هنا 255، 255 عندها 8 وحدات، وال 168 عندها 8 وحدات، وعندك العشرة عندك كم؟ 8 وحدات، كلها حتساوي 24. ال 24 جت كذا، لو تحسب 1 2 3 4 8 وهنا 16 هنا 24، يعني على 24، يعني 24 واحد. السبنت ماسك حقه بدأ منه
اخر خانه كلها اصفار يعني اخر خانه راح تكون صفر بكل بساطه. طيب لو قلنا على 25 25 راح تحسب هنا 8 4 8 زائد 8 16 زائد 8 كم 24. طيب زائد 1 راح يطلع عندنا 25. عندنا 25 1 يعني الصبنت هذا 25 بسيطة. طيب ال 28 هذه كيف طلعت ال 28؟ طبعا احنا الحين لما نحسب عدد الاي بيهات كيف 128 ثم 64 نبدأ العدد التنازلي من تحت 16 8 4 2 1. طيب قلنا احنا نحسب على هذا الخانة الخيرة هذه عندنا هنا 1 نحسب عدد الوحدات يعني لو نبغى نجمع على عدد الوحدات قلنا كم هنا في 1 الباقي الأصفار ما تجمعهم ولا تسوي فيهم أي حاجة كم عندنا 128 هذه طلعت عندنا 128. طيب لو قلنا 26 26 كيف 26 عندنا 26 1 يعني ست عندنا 26 بت. طيب ال 192 كيف طلعت هذه 192 تجمع مو قلنا هنا في عندنا 1 1. طيب اجمع هذول الرقمين 128 زائد 64 كم يعطي يطلع لنا 192. طيب اخر حاجه والباقي ان شاء الله راح تفهمونه. طيب عندنا 27 كم 27 يعني عندنا 27 1 اخر خانه اللي هي راح نتكلم عنها. احنا راح نتكلم عن اخر خانه الكلاسي يتكلم عن اخر خانه الخانه الاولى والثانيه والثالثه ما لكم شغل فيها بالمره. طيب 27 طيب كم تساوي هذه راح تساوي 224 اجمعهم هذه 1 1 1 قلنا الوحدات تجمعهم الاصفار ما تجمعهم 128 64 32 راح يطلع عندنا 224. طيب هذا عندنا الجدول كامل للكلاسية. طبعا هذا الجدول فهم وحفظ يعني لو تفهمه احسن من انك تحفظه هو فهم تقريبا ما هو حفظ هو فهم. طيب نجي للاكزامبل واحد اكزامبل واحد اعطانا الاي بي يبغى اي بي الغيب هذا مناسب للماسك هذا حلو عندنا الماسك هنا 28. طيب 28 على 28 كم قلنا احنا 28 قلنا هذا هو الماسك قلنا هذا هو الماسك بسيطة تروح تكتب هنا الماسك. طيب 240 هذه ايش راح تساوي قلنا 240 راح يطلع هذا عندنا هذه الخانة الأخيرة. طيب راح يطلع عندنا. طيب كيف نحسب عدد الهوست عدد الأجهزة الخاصة بالماسك 28. طيب نحسب عدد الأصفار كم عندنا 0 1 2 3 4 يعني 2 باور 4 هذه الاثنين لازم هذه معادلة. طيب تساوي كم 2 باور 4 حتساوي كم عندك 2. طيب عندنا اكيد 16. طيب الشيء الثاني نقص منها 2 بسيطة 2 حتساوي كم 14. طيب البلوك سايز غالبا يعني يكون عندنا معادلتين يعني احسبوا هذه المعادلة عندنا معادلتين 256 ناقص ايش ناقص الماسك حلو ناقص الماسك
240 راح يطلع عندنا كم؟ راح يطلع عندنا 16. طيب لو ما تبغون تحسبون على طول طلعوا 16. كيف طلعوا 16؟ تزودون على الهوست 2 بكل بساطة. يعني لو عند مستعجلين مثلا تبغون تحلون كذا على طول 16 زائد 2. لو قلنا هنا مثلا 16 راح يطلع هنا 18. راح يطلع قلنا هنا. لو قلنا هنا 20 راح يطلع هنا 22. الأمر بكل بساطة. كيف طلعنا الهوست؟ قلنا القانون الأول 2 باور 4، الأربعة جت من الأربعة أصفار حتساوي 16. بعدين 16 تنقص منها 2 راح يطلع عندنا 14 بكل بساطة. طيب النتورك أدرس، إيش النتورك أدرس هذا؟ كيف تطلعه؟ على طول تحط نفس الرقم اللي أعطاك هنا بكل بساطة. طيب الفيرست آي بي راح تزود على النتورك أدرس 1، يعني 0 زائد 1 حتساوي كم؟ 1. طيب البرودكاست كيف أطلع برودكاست؟ عندي هنا يعني قانون مثلا فيرست اي بي زائد زائد الهوست زائد هوست حتساوي كم عندنا فيرست هنا؟ قلنا فيرست عندنا 1 زائد 1 زائد قلنا الهوست كم الهوست؟ قلنا 14. طبعا هذا بس في البداية بس في النتورك الأول الشبكة الأولى. الشبكة الثانية موضوعها جاي وإن شاء الله أسهل من كذا، ما راح يكون صعب جدا، راح يكون هنا 15 بكل بساطة. طيب هذا طيب البرودكاست كيف تطلع اللاست اي بي؟ تنقص من البرودكاست 1 يعني يطلع معنا كم؟ 14. يعني احنا نطلع النتورك نطلعها من هنا، والفيرست اي بي كيف نطلعه؟ نزود عن النتورك ادرس، والبرودكاست سوينا المعادله هذه اللي هي الفيرست اي بي زائد الهوست راح يطلع معنا 15. وبعدين كيف نطلع اللاست اي بي؟ راح تنقص من البرودكاست 1 راح يطلع عندنا 14. طيب الشبكه الثانيه مثلا الشبكه الثانيه للماسك 28. طيب ايش راح يطلع عندنا؟ راح تزود على طول 16. الحين بلوك سايز انا عندي مهم في النتورك ادرس والبرودكاست في البرودكاست 0 زائد 16 راح يطلع عندنا 16 بكل بساطه. طيب البرودكاست كيف اطلع برودكاست؟ احنا هذا وين نطلع اول شيء النتورك ادرس بعدين برودكاست بعدين راح نشوف بعدين كيف. 15 زائد كم؟ زائد 15 زائد 16 يطلع معنا البرودكاست. عشان كذا البلوك سايز مهم بالنسبه لي. 15 زائد 16 كم راح يطلع لنا؟ راح يطلع عندنا 31 بكل بساطه. طيب الفيرست اي بي ايش قلنا؟ كيف طلعه؟ طلعوه من النيتورك ادرس وتزود عليها 1. 16 زائد 1 كم؟ 17. طيب البرودكاست اللاست اي بي كيف اطلعه؟ قلنا تنقص من البرودكاست 1 يعني يطلع عندنا كم؟ 31 ناقص 1 كم؟ 30 بكل بساطة. طيب هنا قلنا نزود كم؟ قلنا نزود 16. 16 زائد 16 32 بسيط. طيب البرودكاست 31 زائد 16 كم راح يطلع عندنا؟ راح يطلع عندنا 47. طيب كيف اطلع اللاست الاي بي؟ قلنا ننقص من البرودكاست 1 يطلع معنا كم؟ 46. احنا قلنا هنا 47 ما قلنا 74 صح؟ قلنا 47. طيب هذا الاكزامبل واحد، واتمنى يكون مفهوم ان شاء الله. طيب
راح نشوف مسألة ثانية. طبعا الاي بي هذا ما راح يكون نفسه في كل المسائل، يعني يختلف. اهم شيء عندنا الماسك هنا. طيب الماسك 27 بكم؟ 27 عندنا هذا الماسك حق 27 ايش راح يطلع؟ ايش يساوي 224 بالبت؟ راح يطلع عندنا هذا الرقم. بكل بساطة، طيب كم عندنا اصفار؟ قلنا عندنا 5 اصفار. طيب يعني 2 باور 5 تساوي كم؟ يطلع عندنا 32. 32 ناقص 2 كم راح يطلع؟ راح يطلع عندنا 30. طبعا 32 كم؟ 32 هوست. 32 هوست. هنا كتبنا هوست، لا هنا ما كتبنا هوست، هنا عندنا 14 هوست. 32 هوست. طيب بلوك سايز زي ما قلنا كم؟ قلنا تزود عن هوست 2، بسيطة 32 بالبساطة. طيب هنا كيف تطلع؟ كيف اطلعها؟ على طول نفس زي ما قلنا، هذه يطلع عندنا 0. طيب وهنا تزود عليها كم؟ على النتورك ادرس تزود عليها 1، 0 + 1 حتساوي 1. طيب البرودكاست كيف راح اطلع البرودكاست؟ قلنا الفيرست اي بي زائد الهوست 1 زائد 30 حيطلع عندنا 31. طيب اللاست كيف اطلع اللاست؟ تنقص من البرودكاست 30 بالبساطة. طيب الصفر الحين نركز على البلوك سايز، راح تزود هنا 32 وهنا تزود 32. 0 + 32 32. طيب هنا 31 + 32 راح يطلع عندنا 63. طيب قلنا الفرست اي بي كيف تطلعه؟ تزود من نتورك ادرس 1 راح يطلع عندنا 33. البرودكاست كيف تطلعه؟ اللاست كيف تطلعه؟ نقص من البرودكاست 62. يا سلام. طيب كيف اطلع النتورك للشبكه الثالثه؟ 32 + 32 كم؟ 64. بسيطه. طيب والبرودكاست كيف اطلعه؟ 63 + 32 راح يطلع عندنا 95. طيب كيف اطلع اللاست؟ تنقص من البرودكاست 1. بسيطة 91 وانتهت المسألة. لا هنا في غلط، معليش. لا طيب لا ما كملناها، ما في غلط، ما كملنا. طيب الفلست كيف تطلعه؟ طلع من النيتورك ادرس تزود عليه 1، يعني 64 + 1 كم؟ 65. انتهت المسألة، بسيطة. عندنا هذه الشبكة الأولى، عندنا الاي بي الجهاز الأول يأخذ هذا الاي بي، والجهاز الأخير يأخذ هذا الاي بي. طيب عندنا الشبكة الثانية، الجهاز الأول يأخذ هذا الاي بي، والجهاز الثاني يأخذ هذا، أو الجهاز الأخير يأخذ هذا الاي بي. عندك الشبكة الثالثة، عندك الجهاز الأول يأخذ هذا الاي بي، والجهاز الأخير يأخذ هذا الاي بي.
عندنا هنا 32 جهاز وهنا 30 جهاز وهنا 30 جهاز وهنا 30 جهاز. طيب بس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.